بصوا بقى اللي جاي ده مختلف خالص خالص، معرفش ايه الابيض اللي فيه بس ماشي. احنا انا وايدي قريناه بصينا له بصه ثانيه، بصينا وجعتنا. يعني في ناس شايفاه حاجه عظيمه قوي. شركه اسكتلنديه طلبت واحد يجي يتذوق البسكويت. يعني الحكايه دي قال لك احنا عايزين واحد يتفرغ لنا شغلانه عظيمه جدا، بيقول لك انه الشغلانه دي يصل مرتبها ل 40 الف جنيه استرليني شهريا و40 ساعه عمل اسبوعيا. واحد يكون عنده قدره خاصه على تذوق البسكويت، يقعد كده نجيب لك كام علبه بسكوت ويقعد ايه يفتح كده الكيس ويدوق ويقول لك ايه ده مسكر شويه. ده دلع حبتين، الشوكولاته هنا كتيره، الفراوله هنا فقعه شويتين، يعني هيقول بقى اللي يقوله. وقبل ما يطرحوا البسكوت ده في الاسواق هيكون عنده تقريبا 35 يوم اجازه في السنه، وهتكون ليه ارباح والبسكوت ليه وللعيال مجانا. يعني ليه نسبه في الارباح؟ طبعا اكيد، ما هو اكيد يعني الراجل موجود معاهم في الشركه. الشركه قالت انها مش طالبه خبره، لكن يكفي انه يكون على درايه بتصنيع البسكوت ودراسته يكون ليها علاقه بعلوم الاغذيه او حاجه في بخصوص المجال ده. مش عارف، حسيناها حاجه تموع النفس شويتين. يعني سكر كتير وتخن كتير. البسكوت اصلا تقيل يعني، وفي زبده كمان، مش بس سكر، في زبده كتير. بس هيبقى في شاي باللبن لا حبيبتي هتقمري ابيات الشاي باللبن معاكي ده 40,000 سنه، وبعدين يروح في الفطار بس يعني مع الترمس يعني يدوق الفطار. لا ده يقعد طول النهار ياكل بسكوت ويرجع ما ياكلش بقى، خلاص ما هو عايش على البسكوت. لا بس انا شايفه كمان انه المرتب مبالغ فيه، يعني 40,000 جنيه استرليني شهريا بيكسبوا مكاسب كبيره، بس مش حاجه قليله، ومش بالضروره يبقى عنده خبره، يبقى بس يعني دارس حاجه ليها علاقه بالاغذيه، لكن يعني المرتب ده هيعني ايه؟ ما هيصرفهم على السكر بقى ولا هو غالبا هيشتغلها سنه، لانه بعد كده يجي له السكر والضغط وغالبا الكوليسترول. صح، بس حلو 40 في 12 حاجه حلوه يعني، مش وحشين برضه. صح 80,000 استرليني. طبعا رقم.